هاي المهرجان أول سنة كنت أنا واللجنة عم نخطط له. وفي حبيب خارج قائمة نجوم مهرجان ليالي قلعة دمشق منذ انطلاقه. يمكن هلا الأشخاص عم يدعون مفكرين إنهم بجوز أهم من وفيق، هني عم ياخذوا أجورات. سمعت أنا لهلا لبعد 100 سنة أي حفلة بقلعة بسوريا أنا ما بدي مصاري. نشاط فني كبير عم يعيشه وفي حبيبها الصيفية مع أحياء مجموعة من الحفلات داخل سوريا وخارجها، منهم حفل خاص بوادي النصارى قدموا بمناسبة عيد السيدة، وسبقوا بيوم واحد حفل جماهيري بدمشق كان تكريما لأبطال سوريا بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. حيو سوريا بلدنا، حيو سوريا، حيو هالأرض ربنا، حيو سوريا. وعلى هامش هذا الحفل يلي لاحقوا جدل حول اجتماع وفيق بليندا بيطار، كون النمطين الغنائيين مختلفين عن بعض، حبينا نعرف من وفيق إذا عادة ما بيتدخل باختيار الفنان أو الفنانة يلي رح تحيي معه الحفل، وبالأخص إنه حفلته بالوادي قدم برفقة المغنية اللبنانية نانسي نصر الله يلي اسمها جديد على الساحة السورية. تهتم مين بده يكون معك بالحفل؟ يعني هلا عندك حفلة بالوادي، استغربنا الاسم الموجود معك. الاسم الموجود معي نانسي نصر الله، مطربة محترمة جدا، بتقدم فن جميل، صوت رائع جدا، يمكن ما كتير معروفة على الساحة السورية ولكن بلبنان حدا كتير مهم، وأصحاب الفندق والمنتجع والمنطقة ارتقوا انه تجي، قلت لهم بالعكس اهلا وسهلا. بس هي الحفلة كان لي دور كبير لتكون ليندا لانه بيلبق لهيك مدرج. وكمان لاحظنا انه تذكرة الدخول لحفلة وفيق بالوادي كانت الاغلى مقارنة مع باقي زملاء السوريين واللبنانيين يلي احيوا حفلاتهم بالوادي بنفس اليوم، فهل هالشي بيدل انه اجر وفيق عالي؟ الحمد لله كتر خير الله، الحمد لله. بس انا اجري من وراء من خلال منصتكم اي حفلة بتخص الوطن، مدرج، قلعة، بيرجع ريعة لأي حدا فقير محتاج، أنا مجانا. يوم مالك أخذ أجر؟ أنا ما بأخذ بالحفلات المدرجات والقلعات، قلت لك ما بأخذ، يعني تكريم هيك أبطال هذا أجري أنا، هذا أحلى أجر. مرة تصريح تغنيت فيه بحالك كون قلت أنا بقدر وقف على المسرح 3 ساعات وغني بس أغنياتي. الشخص أو الفنان اللي بيغني بس أغنياته هو اللي بيكون وصلان لمرحلة كتير مهمة؟ مرحلة مهمة أكيد، بس مو معناته أنا ما بغني غير إلي، لا، أنا أي شيء حلو، أي أغنية حلوة، راقي، كلامها جميل، إذا حافظها بغنيها، بالعكس بتشرف فيها، كانت سورية أو لبنانية أو مصرية، إذا حافظها طبعا. أكبر ولا أصغر مني قيمة فنية وعمريا، شوف هي أغنية حلوة يعني. شو ممكن تغني لست فيروز؟ إجا جدل على غناء بعض الفنانين لست فيروز، ممكن يتجرأ وفيق ويغني لست فيروز؟ والله ليكي ست فيروز لحالها، يعني أنا كيف بسمعها بخاف، يعني أنا إذا أقعد الصبح أشرب قهوة وأسمعها بخاف بصير ما بعرف وين، كيف إذا بغني لها يعني؟ بغني لها بيني وبين حالي بس. وبالعودة للحفل، كاميرا كيوميديا خلال غناء وفيق بمسرح دمر المكشوف رصدت التفاعل الكبير مع أغاني من قبل الحضور يلي ضلوا عم يرددوا معه كل الأغاني لآخر لحظة بالحفل، ويلي كان وفيق مبسوط فيه كمان وعم بادلهم نفس المحبة. الحضور الجماهيري أكثر من الحفلات الخاصة اللي بيكون موجود فيها فعلا فانز وفيق جايين ليسمعوا وفيق؟ أكيد وسام على صدري، جايتون كبير كتير وغالي، في ناس جاي من لاتقي، في ناس من طرطوس، في ناس من جبلي، في ناس من السويدة، جايتون كتير كبير يعني ملبك شوي، يعني كيف بدي ضيف الكل، كيف بدي لحق على الكل، كيف بدي أحطهم بعيون الكل، هدول احلى شيء بالحياه. قليل ما نشوف وفيق بحفلات جماهيريه، رغم انه في مهرجانات موجوده ما بيتم دعوه وفيق او بيتم دعوته ما بيناسبه الاجر او الوقت. اعطيني اسم مهرجان. مهرجان قلعه دمشق اللي صار ليالي قلعه دمشق، هذا المره الرابعه يمكن بيصير، وحتى المنظمين ما حكوا معي، ما فيني انا جاوب، فيك تساليهم هنن. ولا مره تواصلوا معك؟ لا. ليش؟ شو السبب برايك؟ ما بعرف شو السبب، بدك تساليهم هنن، انا ما بعرف شو السبب يعني. بحس بنفسك انك ما تكون متواجد بهيك مهرجانات موجودين فيها فنانين عرب؟ انا مع تبادل الثقافي، وانا مع انه يجي مطربين من برا ونجوم كبار، انا مع،
بس مع انه كمان يدعونا لهونيك العالم يعني كمان مثلا ياخذوا مثلا مطرب سوري على قلعه بغداد مثلا او على قلعه بيروت او على قلعه يمكن تخلي لي هلا عم يغنوا بجراش ولا عم يغنوا كذا اكيد مهرجان جرش قديم كثير وكل الناس بتمنى تغني فيه وكذا بس موضوع قلعه دمشق انا ما فيني جاوبك لانه انا ما بعرف صراحه يعني لا بس الجواب عند الشباب المنظمين انا ما بعرف يعني ليش ما دعوني يعني ما انه كانت فكرتي انا اول شيء انا واللجنه المنظمه وفاجأنا وفيء بهالمعلومة يلي أفصح عنا لأول مرة لهيك حبينا نستفسر إذا الخلاف بينه وبين المنظمين هو السبب الرئيسي لعدم دعوة وفيء لمهرجان ليالي قلعة دمشق على الرغم من أنه كان شريك أساسي بفكرة هالمهرجان هاي المهرجان أول سنة كنت أنا واللجنة عم نخطط له وخدي هاي ترند إليك إذا بدي معناتها في مشكلة لا ما في يمكن هلا الاشخاص عم يدعون مفكرين انه بجوز اهم من وفيق عادي جدا ما بزعل ليش لحتى ازعل يمكن يجي يوم يقولوا لي بدنا اياك ابو دوريد بالعكس شوفي انا ما اخر همي القصص يعني انا لانه البعض سالوا فكروا انه وفيق عم يندعى بس هو ما عم يقبل لا بالعكس وانا لهلا هني عم ياخذوا اجورات سمعت انا لهلا لبعد 100 سنه اي حفله بقلعه بسوري انا ما بدي مصاري بس بشرط تكون التنظيم صح والاجورات معروفه وين رايحه يعني ما قوي تصريح حقيقي يعني انا مهرجان بقلعه بتمنى وقت اجي على مهرجان ما اجي اخذ من الناس مصاري اسمه مهرجان نحن في ناس في جمهور نحن لهم حلم كان وفيق حبيب ولا نصيف زيتون ولا 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 حلم يشوفه ويحضره يعني بدك تعمل حفله مهرجان اعملها فري عادي جدا نحن لازم نتعلم مهرجان المحبه والسلام كان فري كان اقوى مهرجان بالعالم وانا بتشرف اني وقفت على بصالة الأسد باللاتقي مهرجان المحبة والسلام